طيب الآن نحن نبغى نتكلم عن أسرار الثراء، فأبغى أبدأ معاكم ونسمع شيء من الكورس يا جماعة. أي سر نفتح؟ أي سر نفتح يا جماعة؟ على فكرة خلوني أقول لكم إيش أقصد بكلمة سر. إيش أقصد بكلمة سر؟ أقصد بكلمة سر مو إنه يعني موضوع في أحد مخبيه وفي أحد يعني ما راح يعلمكم عليه ولا كذا. سر يعني خلنا نقول ما ينقال بصوت عالي، مو لأنه غلط، مو لأنه خطر، بس لأنه مو واضح ومو معروف. سر لأنه سر ما يتحدث عنه بصوت عالي، ما هو واضح، ولأنه أيضا الأثرياء ممكن ما يعرفون عن أنفسهم وبالتالي ما ينقلونه. يعني الثري ممكن ما يقول هذا الشيء عن نفسه لأنه ما يعرف هذا الشيء عن نفسه، مو واضح كثير بالنسبة لهذا الشيء، فبالتالي ما يقوله، فيحتاج أحد يراقب ويلاحظ وينتبه ويقارن ما بين الناس اللي في الفقر والناس اللي في الثراء والناس في المستوى المتوسط والناس اللي محدودين الدخل أو متوسط الدخل أو عندهم دخل عالي، فيراقب ويلاحظ وينتبه إيش هذه الفوارق، إيش هذه الفوارق اللي صنعت من الأثرياء أثرياء، إيش هذه الفوارق اللي خلتهم يصلون لحالة الثراء ولو وصل لها غيرهم. خلنا نشوف شو يطلع معانا. مستعدين؟ السر رقم 17 من أسرار الأثرياء. سر 17 إنه المال موجود ضمن قيمهم. أوكي. ضمن مصفوفة القيم اللي هم يؤمنون فيها ويعتقدون فيها ويعتقدون أنها مهمة في الحياة، لكن في نفس الوقت المال أبدا لا يكون رقم واحد عند شخص ثري، لا يكون أهم قيمة عند شخص ثري، لا يمكن، لا يمكن، وإلا مباشرة مجرد ما يدخل الثراء يتدمر، يحصل عليه يقطف عشان هو ركز، عشان هو اشتغل، عشان هو ضبط شيء بعض الأشياء، بعدين يجي قانون التوازن ويفقد الأموال هذه. كلام مهم. فتلقى مثلاً القيمة رقم واحد قد تكون الحب، قد تكون السلام، قد تكون الصحة، قد تكون ما نعرف قيمة يعني مهمة بالنسبة لهم. بعدين رقم اثنين ممكن تكون المال، أو مثلاً بعد اثنين قيمة ثانية أخرى، المال، الحب، الحب، الصحة، ويكون المال رقم ثلاثة مثلاً أو رقم أربعة. لكن يعني يستبعد إنه يكون يجي بعد الخمسة. بالنسبة لي عندي توقع إنه أغلب الأثرياء قيمة المال بالنسبة لهم تتواجد في رقم اثنين أو ثلاثة، فهي مش أهم شيء لكنها مهمة، بس أقل أهمية من أنها تسيطر على الحياة، لكن مهمة، لذلك هم يعطونها طاقة ووقت وجهد وتركيز وبالتالي محتمل جدا أنها تكون رقم اثنين رقم ثلاثة. يعني لما نجي على الأربعة والخمسة شوية شوية متأخرة، ما نجي بعد الخمسة القيم بعد الخمسة يعني بعيد بعيد، معناها لا، في قيم كثير أخرى قاعد يشتغل عليها أهم من المال، فبالتالي ما راح يعطي طاقة وتركيز للمشاريع ولتنشيط المال ولتدوير طاقة المال، ما راح يعطي هذه الأهمية. خلنا نشوف كيف ممكن شخص فقير يرغب بالثراء، كيف تكون مصفوفة قيمه. المال رقم واحد في مصفوفة القيم، راح تلقى المال عند شخص فقير أو محدود الدخل، المال رقم واحد، يبغى فلوس، واضح الموضوع، يبغى، مركز، يسعى للمال، مهتم جدا بالموضوع، مهم جدا، مسيطر على حياته، مسيطر على أفكاره، صحيح ما عنده مشروع قاعد، بس طوال الوقت يفكر بالمال، طوال الوقت هو يتابع أشخاص عشان يشوف وش لبسوا وش قالوا وش حطوا وش سياراتهم وش بيوتهم وش، كثير مركز على الفكرة، كثير ماخذ من وقته ويريد هذا الهدف بتركيز عالي جدا وبطاقة مبالغ فيها بعد، فممكن يكون المال رقم واحد.
فيكون في شعور متطرف، وفي الغالب يكون في احتياج. يعني بعد إذا أنت فكرت من زاوية ثانية، ما تلوم شخص فقير أو محدود الدخل عنده كل شيء متعطل لأن ما عنده فلوس. صحيح، ما عنده فلوس، يمكن يكون في الشارع ما عنده سكن، يمكن يكون ما عنده سيارة يضطر إنه يعني يشحت أحد يوديه ويجيبه، ولا يضطر إنه يأجر سيارة، ولا يضطر إنه يعني يمشي برجلينه. فطبيعي نتيجة لهذه الظروف إنه هو يعني يحتاج، وبالتالي عنده شعور احتياج شديد للمال، وبالتالي هذا الشعور متطرف، وبالتالي المال قيم جدا ورقم واحد. ومن كونه رقم واحد يأتي كثير من الألم، يأتي كثير من الألم والشعور السيء. يعني أنا أهم شيء عندي في الحياة المال، وعندي احتياج البيت، عندي احتياج السيارة، عندي احتياج مرات ترى لصحة، يعني أشياء كثير مهمة، ولا عندي فلوس، كل الأشياء متعطلة ومتوقفة، ما عندي فلوس. فالمال مهم، والدليل واقعي أنه المال مهم. لو عندي مال كما تورطت كل الأشياء. فهكذا يفكر، وصعب أنك تلومه لأن يعني هذا واقع، وهذا اللي هو قاعد يشوفه، وهذه الفلاتر اللي هو يعني قاعد يعيشها كل يوم، وهذا هو حذاءه اللي يمشي فيه كل يوم. بعدين يجي شخص يقول لا ترى المال مو مهم مرة. يقول ايه طيب، جرب انك تقعد في الشارع بدون بيت، جرب ان ما يكون عندك سيارة وتشحت الناس يودونك ويجيبونك، جرب انك يكون عندك مشكلة صحية ولا تلقى احد يعالجك لانه ما عندك فلوس. صحيح. وصراحة حججهم كثير قوية، كثير قوية، وانا اشوفهم في السوشيال ميديا مجرد ما اتكلم عن المال يعني انه مو مهم أتعرض لكثير من الهجوم، ولا أقدر ألومهم. قد تكون تسمعني أنت وأقول لك أنا أفهمك، وأنا مريت بظرف فقر كثير صعب، كثير صعب. لكن في النهاية في صورة جزئية اللي أنت عايش فيها واللي تجرب لك كل هذا الألم، وفي صورة أكبر تقول لك أنه إذا أنت راح تعطي المال هذه القيمة العليا، في الغالب اما انها لا تتجلى او تتجلى وتتدمر. خلنا نشوف ذوي الدخل المتوسط كيف وضعهم مع المال. في احتمالية كبيرة ان ذوي الدخل المتوسط المال مش موجود في سلم القيم او متأخر. صح. يعني يصير 5 6 7. على فكرة حاب أذكرك إذا ما كتبت منصوفة قيمك فعندك كثير مفقود، شيء مفقود في فهمك لذاتك، فهمك لواقعك، فهمك لحياتك. وفي مقطع مجاني على هذا المقطع على اليوتيوب، يعني خلني ألخص لكم الفكرة، السر هذا 15 دقيقة طويل، ألخص لكم الفكرة أنه الأثرياء عندهم قيمة المال ما هي رقم واحد، ممكن تكون 2 3 4، يعني بهالمجال هذا. غالبا الأشخاص محدودي الدخل يكون المال عندهم رقم واحد، والكلام اللي انقال قبل شوي الكثير انه ما يلامون بسبب الظروف اللي يمروا فيها، لكن هذا يخليهم في أزمة عدم اتزان. لما تجي على مستوى الأشخاص متوسطي الدخل تلقى متوسطي الدخل في الغالب قائمتهم ما فيها مال أو تجي بعد 5، فبالتالي في أشياء كثير، في قيم كثير أهم من المال، ويأجلون المال لوقت متأخر أو لعمر متأخر، يعني يقول لا مو الحين. فمصفوفة قيمهم ما يجي فيها المال إلا متأخر أو يمكن ما يجي، لأنه يعني في أشياء كثير أهم. يعني هذه هي فكرة السر هذا، وإني طلبت منكم تسوون مصفوفة القيم. في فيديو على يوتيوب يتكلم عن مصفوفة القيم، مهم إنكم اللي ما سوى قيم مهم إنه يسوي القيم هذه. هذا سر من أسرار الثراء أو من أسرار الأثرياء.
وهذه هي أسرار الأثرياء 30 سر. هي عبارة عن أسرار إما في المستوى الفكري مثل موضوع القيم لأنها فكرية مشاعرية، أو على المستوى المادي يعني كيف يتعاملوا مع الفلوس، كيف يتصرفون، كيف الأشياء اللي عندهم الأشياء اللي ما عندهم، وين يصرفون فلوسهم وين يحطونها، كل الأشياء المادية أو أشياء فكرية، شلون يفكرون، شلون يعني يتعاملون، شلون يقررون، شلون يعتقدون، أو الأشياء المشاعرية، شعورهم تجاه المال، شعورهم تجاه الأشخاص اللي عندهم مال، شعورهم تجاه الأشخاص اللي لا يملكون المال، أو الأشياء الطاقية كيف هي تمدهم، إيش الأشياء اللي تمدهم بالطاقة، إيش الأشياء تخليهم مستمرين على هذا الطريق. عندهم طرقهم، الأثرياء لديهم الطرق، عندهم طريق لاستمرار المال، يعرفون كيف يجعلون المال يستمر، عارفين كيف طاقة المال تستمر وكيف تتضاعف. أو الموضوع الروحي، إنه إيش القصة وفقا للصورة الكبيرة. هذه هي أسرار الأثرياء. بصراحة الكورس كثير ممتع، كثير ممتع، يعني يوريك بعض الأشياء من زوايا جديدة أو زوايا مختلفة. وخلونا ناخذ أسئلة حول الثراء والأثرياء. ولا تنسون تحطون خلفية الجوال عندنا، الخلفية اللي ضبطناها لشهر يناير خاصة بالثراء والشهرة والبدايات الجديدة.